بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبد الرحمن بن فتوح ألف وزن محمد. اخر حد قالت ايه؟ انهي واحده؟ اخر وظيفه اللي هي رشا حلمي بطن عامه. طب اذا كان دي كانت اخر وظيفه نشوف اللي بعدها اذا كانت عايزه نفس الوظيفه. اللي بعدها ايمان الضوي. انت عايز ايه يا دكتوره ايمان؟ ايمان الضوي فين؟ ايمان الضوي فين؟ مين هي 180؟ ايمان الضوي. لا او 180 فين ايمان يا ولاد؟ عايزه تبطل عايزه حاجه ثانيه يعني. هل كده ايه؟ ها؟ خدت بطنه. بطنه عامه في كليه الطب. طيب هو فاضل قدام التوقف. لو انت هتختاري بطنه هنقارن بينكم بناء على مجموع درجات البطنه. لا في اثنين مكررين يختاروا نفس الناشئه الوظيفه. في بطنه معاك بفوز؟ في بطنه معاك بفوز. بطنه تجريبيه معاك بفوز. رشا
منين الدخول؟ طب جبت رشا ولا لا؟ اه احنا اديها رشا، هاتلي رشا ليها بس رشا مش لاقيها. والله طلعت بره اديت رشا، شفت موبايلها وطلبت. اه ما انا كان بقول كده رشا. التعليم بيعتمد عليك انت شخصيا. الو هيا دكتوره رشا تعالي بسرعه دلوقتي القاعه تاني. اه فين انت؟ طيب طيب ماشي، مع السلامه. مع السلامه. اوكي لو عنده صوت الصديق الدكتوره رشا جت هي رشا. بص يا رشا، دلوقتي انت اخترتي بطنه عامه في كليه الطب، وزميلتك ايمان الضوي مكرر معاكي في نفس الترتيب برضو عايزه البطنه عامه في كليه الطب. احنا بالرجوع لكشف المقارنه بالنسبه لدرجه امراض البطنه، انت جايبه 766 وهي جايبه 779، فهي لها الاختيار. فاتفقوا مع بعض فين ايمان؟ ايمان فين؟ ايمان فين؟ يلا ايمان، هتاخدي بطنه عامه ولا هتسيبيها لزميلتك وتاخدي حاجه ثانيه وتبقى؟ رجاء ارمي بعدك في الباص. في حاجة رجاء انا هاخد بطنه كده يا ماما فتوح. انت بقى انت تاخد بطنه كل واحد فينا. كل واحد بيعمل ايه؟ قولي اسمك تاني وقولي هتختاري اسمك. طب في ولا مفيش؟ في بطنه رشا حلو الويف فبيه يقولها من المفرد وهو تجربية مع رشا حلو. مية اتنين مفرد بقى ايه يا